tartan qiraat ee quraanka kariimka ah ay soo qaban qaabisay xafiiska arrimaha diinta iyo wqaafta ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay madrasada Abubakar Sadiq ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay arday isugu jeetay Soomaali, South African, Malawiyaan, Hindi iyo waliba wadamo kale waxay ku tartamayeen 114 quraanka kariimka بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافدة رافدة إذا رجت الأرض رجا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض ويخرج منها أو قدام بين أو قيب سماها أرمها الدين تيو قافت السفارة دا الصومالية دالك كونفر أفريكا شريف حمزة أيا قدون سي أرضي دا الشهادوين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إله بما هدينينا سبحانه وتعالى ما أركيسا ما نوفجيي أو نصر لما ذي ترتن كي ماركيسا مسابقة قراءة القرآن الكريم أو مر والباب لو قبتو مدرسة أبو بكر صديق لتحفيظ القرآن وتدريس علوم الدين أو كيا المجالة جوهانسبيك ترتن كاسو كاسو قيب قلا أردي أو إسو وضا جير ماركيسا ضد أو سوما ضد كان سوماليا وبدن إيو ضد أردي مسلمين تماركيسا نلد جودن كان أه ماركيسا ترتن كان حفلة دنا وحسو خبن قابيه حفيز كأن هذا فديو أرمه الدين تي وقافتا هي سفارة كونفر أفريكا هيو ماركيسا وكاشانا إنه هي أدا لو ما قعدر أي ماركيسا سود أفريكا ناشيونال زكاة فن سنزف مركز سو قابينا وحن آد كجمع هذا علنا يا ماركيسا مامور كما درس أبو بكر صديق يتيم كيسي سيده هو فن ماركيسا أي سو قبن قابيين أو ماركيسا صورنا مسترني أرضي ذا أي مانتا صور سارين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى أو إنو صور تقليي مانتا إن قبنو مسابقة ترتن قرآن أو ككوبنا توان قيبود قيبتكو وادوحي هيد صدن جوس قيبت لوادنا وحي هذا شن إلى واتن جوس قيبت سدحادنا وحي هذا لواتن جوس قيبت أفرادنا وحي هذا شن إلى توان جوس قيبت لحادنا وحي هذا تن جوس قيبت تضوادنا وحي هذا تضواد جوس قيبت سديدادنا وحي هذا شن جوس
قيبتا سغالادنا وحي اهد سدح جوس قيبتا قدن بيسانا وحي اهد هل جوس ترتن كاس قرآن كا وحا فوديي حفيز كا الرمها اي اوقافت الدين تا اي دل كان كوفر افريكا وحانا مال قليي حفيز كا هي ادى زنزف وحان الله سبحانه وتعالى اقبرينا هي ادى زنزف الهي سبحانه وتعالى مال كيدا الهي سبحانه وتعالى انو ابركيو إن بدن بي دعوة إي مدرسة أبو بكر الصديق إي قرب استاغتي وسند كي سدحاد أو إي ترتن كاني لقالة إي كوبي حين إيدو أرضي دي إي ديري جرينيسو وحان أرضي دي بدون سيني شهادة شرف إي هديوين كالنتود وحان رجين إن إلهي سبحانه وتعالى إنو كأوال مريو مدرسة أبو بكر الصديق إلهي با سبحانه وتعالى كما هالسن وسند كي سدحاد أو أنقبنا إن ترتن كان قرآن كأه oo ardayda madrasada loo qabanayo madrasada waxaa dhigato 300 oo arday ka kooban waxayna ka kala imaadeen ardaydaasi 12 wadan oo kala duwan ayay ardayda ka kooban tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala yaan umahad celinayna waxaan kala umahad celinaya juhdiga iyo dadaalkaas ardayda sartanka quraanka maanta ka qayb gashay macallimiinta juhdiga ku bixiyay ee quraanka baray ee carabkooda yaani xarafka quraanka ku saxay inay akhriyaan معلمين تاس أيان أمهات علينيا ثانيا وحان أمهات علينيا والدين تا أيغان الجهد يكو بحيي مالن والب إلمه وذا اللامي سوقو يسينا يقعان تسوق وانا يمدرسة كينا يو أيغان وان أمهات علينيا دمان تود وحان إلهي سبحانه وتعالى أقبر يا معلمين تا والدين تا يا هي أدى زنزف يا حفيز كأرمها الدين تا دمان تود با أبالكو إلهي سبحانه وتعالى جنة وكرلغو وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرشيد حسين كراش هذه هي تي في الشبيلة مدرسة أبو بكر الصديق إمجال دا جوهانس بيغ دالكا كونفر أفريكا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة